مرحلة أولى من مراحل تسعى لتقريب تحقيق هذه الرؤية، وتركز على الجزر الخمس والتي تشكل 5% من مساحة أرض الكويت، وهي في الغالب غير مستغلة، وركزت على أن تكون مركز تجارة حرة وانفتاح في التعامل مع الشرق والغرب، وتحتوي مراكز مختلفة تحقق عدد من جوانب التنمية. اللجنة شكلت فريق عمل، عمل هذا الفريق خلال سنة ونصف تقريبا أو أكثر، واستعان بخبرات ومكاتب استشارية، وعرض هذه الرؤية على لجنة سياسات عامة وتنمية، وأقرتها اللجنة ورفعتها للمجلس على التخطيط والتنمية، وأقرها المجلس برئاسة سمو الرئيس، وهي اليوم محالة لسموكم للنظر فيها والتوجيه كما ترون. وأي تفاصيل أخرى الإخوة مستعدين للدخول في تفاصيل بعد عرض الفيلم أو قبل إذا رأيتم. أعجب وجودكم معنا لشرح الرؤية التي في أذهانكم وفي ذهني في نفس الوقت وبين الأخوان. فأتمنى يعني أن هذه الرؤية تحقق. يعني صحيح أن الوضع الاقتصادي في بالكويت يعني قد انخفض كثير له جوانب ممكن تحد من، لكن لا يجب أن نقدم على ما اتفقتم عليه، لأن اتفاقكم هو أكبر من النقص في المادة. فكرة من مشروع تحمس له المجلس الأعلى للتخطيط طول العمر، وشغلنا فيه حوالي سنة ونص مع مستشارين دوليين، ورفعناه للمجلس الأعلى وتحمس له وأقره، وتبنت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وأعطتها صفة الاستعجال، وحماس الجميع له طول العمر، لأن أولا مشروع استثماري تجاري يعود دخله لدولة الكويت وينمي مواردها المالية، الثاني لأنه بأنه يخلق فرصة عمل وخدمة في منطقة شمال الخليج، منطقة تجارية حرة في منطقة شمال الخليج تكمل مناطق التجارية الحرة الأخرى، إن كان في جنوب الخليج دبي وخلافه، في خدمة هذه المنطقة يكون طويل العمر أيضا في تجربته وفي نجاحه مصدر لأن تقتدي فيه التشريعات في البر الرئيسي والخطة الرئيسية للدولة العامة في التنمية الاقتصادية من تجاربه الناجحة، وثالثا أن يكون في وجوده ونجاحه وحاجة جيراننا في المنطقة له، إن كان في الاستثمار، إن كان في استخدام خدماته المالية، إن كان في استخدام تسهيلاته التجارية والتخزينية، أن يحرص الجميع على وجوده محايد مستقل مطمئن، لأن في استقراره فائدة المنطقة كلها. فطول العمر تحمس الجميع، تحمس له لأن شفنا فيه المشروع اللي ساعدنا في تحقيق هذا كله، ويكون بذرة اللي يمكن تمشي عليها الخطوة التنمية الاقتصادية الجديدة لبناء الكويت الجديدة مستقبل. والفكرة أن يكون مشروع مملوك استثماريا وماليا لدولة الكويت، لكنه مستقل في إدارته وفي تشريعه وفي خدمته، يتساوى فيه الجميع أيا كانت جنسيته، إن كان كمستثمر أو ساكن أو تاجر. فهذا ملخص طول العمر. وكعادته كل المشاريع الصغيرة تعتاز كالبرعم الصغير في الحقل، تبي حماية وتبي رعاية إلى أن يشتد عودها وتوقف وتستطيع أن تعتمد على ذاتها. وطول العمر نعتاز منك هذه الرعاية وهذه العناية في هذا المشروع، وإن شاء الله يكون عن حسن ظنك طول العمر. شكرا لأخوان
عرضهم لهذا المشروع. يعني المشروع واحد يحلم انه يكون حلم، لكن الحلم مرات يصبح حقيقة. وما في شيء ما يعني الإنسان إذا أقدم على شيء وهو قادر يسويه، يعني ما يوقف العجز المالي أو العجز. لكن المشروع هذا يبتدأ يعني بالغريبة، نبدأ من الشمال، من ميناء مبارك. والقطاع الخاص يعني للأسف أقول بأنه يعني أنا أحس بأنه ظلم، ما أعطي الفرصة أنه هو اللي يقوم بأعمال تخص الكويت ومصلحة الكويت. لكن أنا من الناس اللي مؤمنين في القطاع الخاص، لا هم يعملوا الآن. نشوف المشاريع اللي بالجنوب، الإخوان بنوا أشياء يعني مبهرة، حقيقة مبهرة. لذلك يعني على بركة الله نبدأ ونغر، يعني نأخذ الغرار ولا نتراجع. بالله نحن الكويتيين رجال قادرين أن يعملوا أشياء كثيرة اللي تنفع بلدهم في نفس الوقت. ليش أحرم المستثمر الأجنبي يجي يشتغل؟ خله يعمل. ليش أقول له لا؟ كل اللي الرؤية اللي أنتم ونحن نراها يعني ونتمناها، إنما يعني قد يكون صعب أنها في طرف معين في وقت معين تنتهي. أدري والله الأخوان يعني قد يكون، ما أقول أعطلكم عن عمل العمل، لكن أنا مؤمن بما أنتم مؤمنين يعني في أنه يجب أن يكون. أهل الكويت، شعب الكويت قادر على أن يجابه كل صعوبات مادية وصعوبات التي تعترض. لا بدعم سموك، طال عمرك يعني، ويعني متابعتك لما يصدر من مجلس أعلى للتخطيط من آراء واقتراحات يعكس اهتمام سموك بهذا الأمر. هذا المشروع طال عمرك مشروع يعني كبير، ويعني لا يمكن أن ينفذ بالظروف الاعتيادية والبيروقراطية القاتلة وبطء الإجراءات، ولذلك يحتاج إلى أن يصدر بقانون خاص فيه، وهذا ما يتطلع المجلس على التخطيط من سموك بدعم هذا المقترح ومساندته طال عمرك حتى يرى النور، ونشوف كثير من المشاريع المشابهة لهذا الأمر في المشروع هذا على أرض الكويت. شاكر لسموك. على بركة الله وعلى تنفيذ المشروع، وهذا مشروع يحلم فيه كل كويتي. إذا بتسوي مشاريع بهذا الشكل يجب أن تعطي فرصة، لا 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 تعرقل المشاريع
أو من يبني هذه المشاريع بقوانين تحده عن أن ينفذها. دعوا يعني ليش أعترض طموحه في 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 مشروعه؟ هذا ما أردت أن أقوله، وعلى أقول بركة الله. وأيضا يشاركني أخي سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وعلى بركة الله سيروا. نشاكر لكل فرد في من الأخوة في مجلس الأمة في مجلس التخطيط على اجتهادهم في نهضة البلد. لكن في مناسبة مثل هذه يا طويل العمر ما في شيء، لابد اعتمادات مالية كلمة الحق انتقال. مشروع ممتاز، لكن أتذكر من التاريخ أول ما بدأت النهضة بالكويت لما وقع المغفور لأحمد اليابر اتفاقية النفط سنة 33، كميته محدودة وسعره محدود، 50 زاد. فاقترح على المغفور لعبد الله السالم يعمل مخطط هيكلي عمران الكويت، كلفه شركة بريطانية من بريوس بنسلي، عرضوها في بلد الكويت. كل من يروح في ذاك اليوم، شاب صغير لكني فضولي شوية، رحت أتفرج، شهد قدامي شخصيات كويتية منهم شيخ يوسف بن عيسى، محمد بن شاهين، فعرضوها على أهل الكويت فتقبلوها. هل ذي بدأت إعمار خارج المدينة، الدائري الأول الثاني الثالث، وسموها ABCD لترجمت إلى منطقة شويخ وشامية وكيفان ومنطقة واو. قال عندي حرصت عليها طويل العمر، لم أحصل عليها إلا قبل 15 سنة من البلدية ضايعة. فالآن هذا المشروع يحتاج إلى تكليف مكتب استشاري محترف مع فريق كويتي يعطي هذه الرؤية ويرسم لها مخطط تنفيذي. إن القطاع الخاص كان أول موسمين غوص وسفر، أهل الكويت يغوصون 3 أشهر يبحثون عن لولو، ما هو البناتهم ولا الحريم، ويبيعوه برا. بالشتاء بوم سفار إلى البصرة يشيل قلة تمر على ظهره يبيعها. الآن انتهى لا غوص فر، كل وظائف حكومة بشتها تلفهم. ما يصير يا طويل العمر، كلنا صرنا موظفين، آن الأوان في وقتك وفي عهدك. وأذكر يا طويل العمر بآية من القرآن الكريم، سورة يوسف، عزيز مصر، رأى في المنام 7 بقرات سمان يوم 7 حجاف. من هو عزيز الكويت؟ أنت عزيز الكويت. قبل 7 سنين قلت لا تغتروا بمداخل النفط، كلام مسجل موجود. مضت 7 سنين، النفط من 120 إلى 30 دولار إلى الربع. فإذا لم ننتبه الآن بقيادتك يا طويل العمر وعمل تنفيذي حقيقي، هذه يبقى حلم الأحلام. إذا إحنا صحيح نطمع بأن تكون هذه، لابد من نفض الأجهزة حتى تكون قادرة. تسمح لي طويل العمر كلمة حق لابد أن أقولها بحضورك وحضور الإخوان، يكفي أنت اخترتنا فردا فردا، فآن الأوان أن نتحزم ونترجم هذا الحلم إلى واقع. والله طول عمرك وبارك فيك يا طول عمرك. رفعت سعر النفط 20، وصل 20 مو 30، 20 النفط. طول عمرك سمح لي، أنا دائما أقول حق إخواني، أقول حق إخواني في أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط بأن صاحب السمو يدعمكم ويؤول عليكم الشيء الكثير، كهم موجودين ودائما أقول لهم على هذا الكلام فيهم، فهم خيرة الرجال المخلصين لبلدهم ولأميرهم في هذا الموضوع. المشروع هذا طال عمرك يفي وقته، الآن إحنا فعلا الآن مضطرين، نحتاج فقط لتشريعات معينة حسب أيضا ما قالوا لي إخواني أن ما في ذاك الكلفة المالية فيها، فإن شاء الله هذا راح يأخذ القرارات الاستثنائية
اللي ما تاخذ الطريق العادي اللي لابس فيها اللي نمشي فيها. وحتى اخواننا في مجلس الامه قادرين نقنعهم لان فعلا هذا هو مستقبل الكويت اللي جاي. فان شاء الله مباركتك هذه راح تعطينا الدعم والحافز ان نخلص اي مشاريع تواجهنا في هذا والقوانين اللي تحتاجها ان شاء الله. على بركة الله. القرار اتخذ، خلنا نعتبر ان القرار اتخذ تمام للتنفيذ التنفيذ ان شاء الله. على شكر الرئيس. لا ان شاء الله هذا استثناء الوزراء مع الوزراء كيف يبداوا بالتنفيذ. هذا يشكل المرحله الاولى وبالتنسيق ان شاء الله مع اي مشاريع مطروحه اخرى مثل مدينه الحرير او اي فكره اخرى. وبمباركة سموك سوف نواصل تواصل اللجنة إن شاء الله عملها للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بما يغطي كامل الأرض الكويتية إن شاء الله.